يا صباح الهنا والسعادة، صباح الرزق وصباح النصر، زي ما احنا متعودين دايما نبدأ حلقاتنا في 10 الصبح في الأهلي، أول الأسبوع وآخر الشهر 28/2/2021. صباح الفل يا كريم. صباح العسل عليكي وصباح العسل على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا. وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي إن شاء الله، موضوعات مهمة هنتكلم مع حضراتكم فيها إلى جانب مجموعة من الضيوف المميزين واللي نهواندا هتعرفنا عليهم حالا. طيب قبل ما نبدأ ممكن أقول حاجة، لأن حد محلفني من المشاهدين والمتابعين اللي أنا بسعد بيهم جدا في 10 الصبح في الأهلي، بعت لي كذا مرة يعني لو أوريك على تويتر ومسجات برايفت وحاجات كده، بيقول لي يا أستاذة طلب صغير جدا، أنا عيد ميلاد مراتي النهاردة وكل اللي أنا عايزه إن أنتوا تقولوا لها كل سنة وهي طيبة، اسمها مدام سعاد، مدام سعاد كل سنة وأنتي طيبة، وجوزها اسمه الأستاذ خالد مأمون، فيعني انا حققت اهو، ما اقدرش ان انا اتاخر اكيد انا وكريم طالما حضرتك حلفتنا يعني. وبالمناسبه دي ممكن استغل سريعا برضو الموضوع بتاريخ 28/2، النهارده عيد ميلاد برضو والدتي، عايزه اقول لها كل سنه وانتي طيبه يا ماما، ويا رب دايما كده يعني نكون عند حسن ظنك وربنا ما يحرمنا من اطباقها الحلوه المميزه. ايوه والله العظيم كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم وعقبال مليون سنه، وربنا يسعد لك ايامك يا رب. يا كريم نبدا بقى ننوه مع حضراتكم عن الفقرات اللي معانا. احنا معانا اول فقره هتبقى عن التنس، وهنتكلم فيها عن بطولات التنس، وهيبقى معانا يثرب عادل لاعيبه الاسكواش بالنادي الاهلي، وهيبقى معانا كمان فقره هنتكلم فيها مع الاستاذ كريم. طب ازاي فقره التنس وسكواش بقى، ايه اللخبطه دي؟ ما هو بصي اليومين دول ما فيش حاجه ايه ممكن الواحد يندهش، لا عادي، بعدين هما الاثنين قريبين من بعض والاثنين بيحسبوا مضارب فبيمشي الحال. هنتكلم في الفقره الثانيه، هيبقى معانا الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، وهنتكلم اكيد عن ملف كره القدم، وبنتكلم طبعا بمناسبه ان احنا خلاص يعني وبعد غياب الاهلي بيستأنف مبارياته، وده اكيد ضمن منافسات الجوله ال 14 في بطوله الدوري الممتاز. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق ادى مرانو امبارح على ملعب التتش ده استعدادا لمواجهه طلائع الجيش اللي بتقام النهارده على استاد الاهلي والسلام تحديدا الساعه 7:30. اكيد هنرجع نقول باذن الله الفوز يكون حليف الاهلي في المباراه اللي اكيد مهمه جدا النهارده، ونرجع نقول برضو خصم ليس يعني بضعيف، او خصم مثلا ان احنا نقدر نقول لا ماتش وهيعدي، لا اكيد اي مباراه الاهلي بيخدها بتكون مباراه في غايه الاهميه، فبالتوفيق ان شاء الله النهارده. مفيش شك هي مباراه مهمه لان هي بدايه لمرحله في منتهى الاهميه، لانه من الطبيعي جدا ان انت تثبت للجميع ان البطل سريعا ما ينهض وسريعا ما يستكمل مشواره في البطولات المختلفه. النهارده احنا متاكدين ان شاء الله الكلام ده هيظهر امام طلائع الجيش عشان تكون خطوه ترجعنا على مكاننا الطبيعي في قمه الدوري المصري. المؤكد كمان ان زي ما بنقول هي دي الرساله اللي كان حريص عليها كابتن محمود الخطيب في اجتماعه الاخير مع اللاعبين، لما كان بيتكلم بضروره التكاتف على هدف واحد وهو الانتصارات. المباراه امام طلائع الجيش تحقق باذن الله بفوز معنوي مهم كده في طريقك نحو الانتصارات المحليه المنتظرانا، وكمان بتدخل مباراه دوري الابطال مع فتا كلوب، وكمان وانت في احسن حال، خلينا نقولها كده، او في احسن معنوياتك. صحيح، الجهاز الفني حاليا بيجهز كل اوراقه الحاليه وكمان المستقبليه، عشان كده كان في اجتماع مهم بين بيتسو موسيماني المدير الفني مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي على هامش الميران للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين واللي بيخضعوا لبرنامج علاجي لتجهيزهم للمرحله المقبله ان شاء الله. هنقول باذن الله مبروك للاهلي بكره ان شاء الله، واكيد كلنا متفائلين واثقين من اللاعبين ومن الجهاز الفني. وخليني اقول لحضراتكم كمان باتشو موسيماني اعلن عن قائمه الفريق اللي ضمت هنا محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، وحمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، سعد سمير، اكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، وجونيور اجايي، محمد هاني، ومصطفى شوبير. كمان حابين نطمن كل حضراتكم على كل اللاعبين المصابين. هنبتدي معاكم بوليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم اللي واصل تنفيذ البرنامج التاهيلي الخاص بيه على هامش ميران الفريق لتجهيزه للعوده الى المشاركه في المران الجماعي. خاض وليد سليمان جلسه في الجيم ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التاهيليه، وطبعا كلنا عارفين انه كان بيشتكي من فتره من اصابه في العضله الخلفيه، ودي الاصابه اللي للاسف الشديد ابعدته عن المشاركه في المباريات الرسميه خلال الفتره الماضيه، وان شاء الله عود احمد قريبا باذن الله.
خلينا نطمن حضراتكم برضو على علي معلول لاعب الفريق اللي أدى جلسة في الجيم واستكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ده تحت إشراف الجهاز الطبي. وبيخضع معلول لبرنامج دلوقتي علاجي وتأهيلي بعد زي ما احنا عارفين ما تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباراة. كمان ناصر ماهر شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته اللي استدعت هنا جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج أيضا علاجي وتأهيلي. كمان طاهر محمد طاهر نطمن حضراتكم هو شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي. وكمان طاهر اشتكى زي ما احنا عارفين كان من إصابة عضلية وخضع للبرنامج وهو دلوقتي في أفضل حال. فدي كده أخبار سريعة عشان بس نطمن حضراتكم على اللعيبة. تعالوا نروح على أفراح وعلى بطولات النادي الأهلي وتحديدا الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي اللي حابين طبعا نبارك لهم بعد ما توجوا بكأس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-80 في المباراة اللي جمعت ما بينهم امبارح. كان طبعا كابتن محمود الخطيب حريص على تهنئة الجهاز الفني وكل لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر وأشاد بالأداء المتميز للفريق وبالروح العالية للاعبات النادي الأهلي وأكد تقديره للجهود الكبيرة اللي بذلها الجهاز الفني لاعبات على مدار مشوار البطولة وأشار إلى أن الفوز ببطولة الكاس تعتبر خطوة طيبة ولكن الفترة القادمة هتحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد كافة جماهير النادي الأهلي العظيم. هنقول شخصية الأهلي يعني هي دايما كده بتبقى شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراة وخصوصا في اللحظات الأخيرة عشان يتمكن الفريق هنا من حسم اللقب. فريق فعلا زي ما بتقال يستحق التتويج بالبطولة بعدما نجح في مواصلة عروضه القوية وبالفعل الحصول كمان على البطولة إنجاز كبير جدا إن الفريق لن يتنازل عن التتويج بكل البطولات هذا الموسم. طبعا حاجة تسعدنا جميعا كلنا فخورين حقيقي خصوصا إنه يتصدر هنا بطولة الدوري وجميع اللاعبات بذلوا مجهود كبير جدا طوال الموسم واحنا يمكن كنا خطوة بخطوة معاهم في 10 صبح في الأهلي وبنعمل تغطية لكل الخطوات اللي قاموا بيها وكمان تقديمهم لأفضل ما لديهم وأعضاء كمان الجهاز الفني اللي بذلوا مجهود كبير جدا وجبار خلينا نقول مع الفريق هذا الموسم. طيب تعالوا بقى نروح نعرف برضو كده أكتر يعني تفاصيل ونعرف من الأستاذ أو كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. يا كابتن علي في البداية صباح الخير ومبروك علينا جميعا. صباح الفل يا جماعه مبروك علينا كلنا الحمد لله الحمد لله. حلو جدا خلينا بقى نقول كده شخصيه الاهلي هتظهر كمان في طرحي للاسئله اللي راح خلاص يا فندم مبروك على ما مضى ولكن خلينا نقول ما هو قادم. يعني سيدات السله حقيقي اثبتوا امتياز رائع جدا وجبار زي ما انا كنت بقول وكلنا سعداء بيهم بس خلينا نعرف بقى ما هو قادم وايه يا كابتن علي اللي انتم بتستعدوا له في الفتره القادمه ان شاء الله. اتفضل يا فندم. ما فيش الحمد لله احنا امبارح خلصنا كاس مصر كانت بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا بقى لها سنتين بره النادي الاهلي كان مهم جدا نرجعها امبارح الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير. ما فيش يعني بكره خلاص يعني هنقفل الصفحه خلاص كعدد الفرقه وكعدد النادي الاهلي هنقفل الصفحه بكره في التمرين ان شاء الله وعندنا بقى البطوله الاهم في الموسم ان شاء الله عشان يبقى حققنا زي ما بيقولوا كده العلامه الكامله السنه دي باذن الله يا رب ان شاء الله. طب ممكن اسال حضرتك سؤال صغير كده يعني كابتن علي احنا ملاحظين ويمكن زي ما كنت بقول احنا فعلا متابعين سيدات سله الاهلي خطوه بخطوه وما شاء الله وحاجه اكيد كلنا فخورين بيها الاداء المتميز فعلا رغم الظروف الصعبه اللي كلنا عارفينها. يعني ازاي كابتن علي قدرت ان حضرتك برضو تخليهم يحافظوا على التالق بهذا الشكل رغم اي صعوبات واجهت العالم مش بس واجهت النادي الاهلي؟ يعني بص يا نوان ده طبعا لعيب النادي الاهلي انا بقول مختلف في روحه وفي ادائه وفي التزامه فما بناخدش وقت كتير وما بنتعبش كتير في موضوع اللي احنا ناهل اللعيبه دي كل واحد عارف دوره في النادي الاهلي طبعا وزياده عن كده وروح النادي الاهلي اللي بتظهر زي انت بتقولي في المواقف الصعبه دي. يعني اذا عايز اقول لك امبارح يعني نور علي طلعت اول ماتش من خمس ست اشهر تاديب مستوى عالي مي حلوه دخلت بشكل جيد امبارح نادين سلعاوي برضو بشكل جيد ده كان ثلاث اصابات مش معانا على مدار العشر ايام اللي فاتوا فقدروا يحققوا المكسب مع باقي الفرقه الحمد لله. الحمد لله وعلى كل حال مبروك علينا مره ثانيه ويا رب دايما كده سيدات الاهلي تسعدنا. يا رب شكرا ليك كابتن علي شكرا.
كل اللي تابع الماتش ده اكد على ان هي كانت مباراه في منتهى القوه، ودايما يعني كالعاده كده لما الاهلي بيلاعب سواء الجزيره او سبورتنج تاكدي ان انت بصدد متابعه مباراه قويه جدا. قويه صح ده من زمان الموضوع. على فكره سيدات ورجال يعني في كل الاحوال التلائز يعني الثلاثي ده تقدري تقولي ان هو ايه الاضلاع الرئيسيه لمثلث الرعب في الدوري المصري. صحيح. طيب تعالوا بقى نروح نطمن مع حضراتكم على حاله الطقس وعلى توقعات درجات الحراره في الايام القليله القادمه من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب من الطقس خلينا نروح للنادي الاهلي ونتابع اخر اخبار النادي وفرقه المختلفه وانشطته كمان مختلفه مع مراسلتنا سالة حامد. يا سالة بنصبح عليكي يا انا وكريم، صباح الخير. صباح الكل، بصبح عليك يا نهى طبعا، بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. انا دلوقتي معاكم من داخل اكتر مكان يعني قريب لقلوب جميع جماهير النادي الاهلي وهو ملعب مختار اللاتيتش عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار جميع الفرق الرياضيه خليني انا كمان ابارك لكل جماهير النادي الاهلي وابارك لك طبعا يا نهاوند وبارك ليك يا كريم بعد فوز وتتويج سيدات السله ببطوله كاس مصر على حساب نادي سبورتنج بنتيجه 82-80. ويعني خلينا نقول يا نهاوند انه يعني بعد مباراه امس النادي الاهلي اصبح موعود مع الانتصارات بالضربه القاضيه، يعني مش بس القاضيه في كره القدم مع محمد مجدي قفشه زي ما شفنا في المباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، لا كمان في مباراه السله امس ويعني في الثانيتين اخر ثانيتين في المباراه مع نادين سلعاوي. وبعد يعني القاضيه قدرت ان هي تحسم اللقاء لصالح النادي الاهلي والفوز والتتويج ببطوله كاس مصر. بعد المباراه مباشرة يمكن امبارح يعني كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق قرر ان هو يمنح لاعبات النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله الساعه 7 هنا بمقر النادي الاهلي عشان يستعدوا للمباراه القادمه في بطوله الدوري واللي هتكون امام تاني نادي سبورتنج المره الثانيه الاسبوع ده ان شاء الله. سيدات السله هيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه دي يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 6 وهنا برده هتكون على صاله الشهداء بمقر النادي نفس الصاله اللي بيتمرنوا عليها لاعبات النادي الاهلي. كمان رجال السله وبعد توقف طويل لمباريات الدوري بطوله الدوري السوبر للرجال يعني النهارده خلاص ان شاء الله هيختموا استعداداتهم الساعه 6 بمقر النادي استعدادا للمباراه مباراه بكره امام الجزيره وهتكون اول مباراه بعد التوقف مباريات في بطوله الدوري هتكون بكره ان شاء الله الساعه 6 هنا بمقر النادي على صاله الامير عبد الله فيصل في بطولة الدوري. كمان رجال الطايرة النهارده هيتمرنوا من الساعة 7 للساعة 10 أيضا بمقر النادي استعدادا للمباراة القادمة. هيتمرنوا النهارده وبكرة وهيكونوا يعني في راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاث وهيعودوا مرة أخرى التدريبات يوم الأربع والخميس استعدادا لمباراة يوم الجمعة أمام نادي الداخلية واللي هتكون الساعة 4 على صالة المركز الأولمبي بالمعادي وطبعا في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. كمان سيدات السلة عفوا سيدات الطايرة
النهارده ان شاء الله يعني هيتمرنوا الساعه 5:30 على صاله الشهداء بمقر النادي، ايضا استعدادا للمباراه القادمه يوم الجمعه واللي هتكون امام نادي سبورتنج الساعه 4 على نفس الصاله اللي بيتمرن عليها لاعبات النادي الاهلي وهي صاله الشهداء بمقر النادي. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه نهاوند، خليني كمان اتكلم عن كره اليد شويه في النادي الاهلي، ويعني بعد الفوز على نادي سبورتنج بنتيجه 29-23 يوم الجمعه الماضيه رجال اليد، يعني بعد المباراه مباشره ايضا قرر الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق ان هو يمنح لاعبيه يعني راحه سلبيه من التدريبات بدايه من يوم السبت حتى يوم الاثنين، ويرجعوا تاني يستأنفوا تدريباتهم يوم الثلاث ان شاء الله الثلاث ده استعدادا للمرحله المقبله واللي هتشهد مباريات في الدور الثاني من بطوله الدوري. يعني خلاص المباريات في الدور الثاني هتبتدي يوم الجمعه، واول مباراه للنادي الاهلي هتكون مع نادي الطيران الساعه 6 في يعني الجوله الاولى من الدور الثاني في بطوله الدوري، والمباراه هتقام على صاله استاد القاهره الدولي. كمان مش بس سيدات السله اللي فرحونا يعني امبارح يا نهاوند ويا كريم ويحققوا الفوز على نادي سبورتنج، كمان يعني سيدات اليد قدروا يحققوا الفوز امبارح على نادي سبورتنج بنتيجه 24-23 في بطوله الدوري، طبعا بعد اداء متميز واداء عالي من سيدات اليد، ويعني خلاص بعد المباراه دي يعني قدروا ان هم يعني يتصدروا ترتيب جدول الدوري برصيد 77 نقطه من 26 مباراه في بطوله الدوري. خلاص يعني بعد المباراه لاعبات النادي الاهلي هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي طوال الاسبوع استعدادا ايضا لمباراه يوم الجمعه، واللي ان شاء الله هتكون امام نادي مدينه نصر هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل في بطوله الدوري. طبعا بتمنى التوفيق لكل جميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي يعني في كل المباريات، ويعني معظم المباريات إن شاء الله يعني هتكون يوم الجمعة. طبعا بتمنى لهم بالتوفيق، وبتمنى التوفيق للاعبي النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي وطلائع الجيش الفريق الأول لكرة القدم، إن شاء الله النهاردة يفرح جميع جماهير النادي الأهلي ويحصلوا على 3 نقاط في مشوارهم في بطولة الدوري. طبعا يا نهاوند ويا كريم أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك يا سالة جدا، ودايما بتجيب لنا الاخبار الحلوه، يعني فوز الاهلي في رياضات مختلفه دي حاجه اكيد بتسعدنا كلنا كمذيعين وكجمهور، يعني شكرا لك يا سالة على هذه التغطيه. شكرا. طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الشروق مع مراسلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه وايضا العالميه. نورهان صباح الفل عليكي، وهاتي ما لديك من منشطات صحفيه، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن زي ما عودناكم قبل ما نروح لأخبارنا هنفكركم بأهم المباريات اليوم. طبعا الساعة 7:30 النادي الأهلي هيواجه طلائع الجيش في إطار الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والساعة 2:30 البنك الأهلي هيواجه أسوان ولكن في إطار الجولة الـ13. أما على المستوى الافريقي فدوري ابطال افريقيا النهارده شباب بلوزداد الجزائري هيواجه سان داونز الساعه 3، وده هيكون او دي تاني مواجهات الفريقين في الجوله الثانيه من دور المجموعات بالبطوله. اما بقى الوداد فهيواجه كايزر شيفز الساعه 6، ودي ضربه البدايه للفريقين في دور المجموعات. اما على الصعيد بقى الدوري الانجليزي فعندنا ماتشات كتير النهارده في الجوله ال 26 من البريمير ليج. كريستال بالاس هيواجه فولهام الساعه 2، وليستر سيتي هيواجه ارسنال الساعه 2 ايضا، توتنهام هيواجه بيرنلي الساعه 4، وتشيلسي هيواجه مانشستر يونايتد الساعه 6:30، وليفربول هيواجه شيفيلد يونايتد الساعه 9:15. والنهارده في رقم مميز ينتظر نجمنا المصري محمد صلاح، هنطلعكم عليه في خبر قادم معانا بعد قليل. نروح لاخبار من موقع محتوى بلس، الأحمر لا يعرف الخسارة، تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش. طبعا بعد غياب أكتر من شهر عن المواجهات المحلية النهاردة النادي الأهلي يعود مرة أخرى لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش زي ما قلنا لكم الساعة 7:30 على استاد الأهلي والسلام. يمكن مباراة اليوم في عدة يعني أرقام إيجابية لنادي الأهلي أنه لم يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش في 27 لقاء جمع ما بين الفريقين. الأهلي استطاع الفوز في 22 مباراة وخيم التعادل على 5 مواجهات.
ومن موقع وجريدة اليوم السابع، المنتخب يسافر ظهر 22 مارس إلى كينيا لمواجهتها في أمم إفريقيا. قرر الجهاز الإداري بطبعا قيادة كابتن محمد بركات سفر المنتخب المصري لكينيا لمواجهتها يوم 22 مارس، وتحديدا في ظهر 22 مارس على متن طائرة خاصة، وده طبعا قبل مواجهتها في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022. وكان الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري استقر على خوض 3 تدريبات قبل السفر، هتكون بدايتها إن شاء الله من يوم 20 مارس وحتى ميعاد السفر. ومن موقع يوم السابع أيضا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح يبحث عن تعزيز الصدارة ضد تشيفيلد. زي ما قلنا لكم النهاردة الساعة 9:15 ليفربول هيواجه تشيفيلد يونايتد في إطار الجولة أو الأسبوع 26 من بطولة الدوري الإنجليزي. محمد صلاح نجمنا المصري يسعى لتعزيز صدارته لجدول هدافين البطولة، هو بيتصدر حتى الآن البطولة أو جدول هدافين البطولة برصيد 17 هدف، وكان آخر أهدافه في شباك ليستر سيتي في الجولة 24 من البريمير ليج. واخيرا بقى خبر معانا من سكاي نيوز، يوفنتوس يواصل اهدار النقاط وتعادل بهدف لكل فريق مع فيرونا. يمكن في مباراة يعني كانت غير سعيدة على جمهور السيدة العجوز، امبارح تعادل يوفنتوس أمام فيرونا في الدوري الإيطالي بعد ما كان تقدم كريستيانو رونالدو للفريق، وبهذه النتيجة يبقى يوفنتوس في المركز الثالث، طبعا يعني يسبقه ميلان برصيد بثلاث نقاط، ويسبقه انتر ميلان متصدر المسابقة بسبع نقاط. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر على تغطيتك لكل الاخبار والمنشطات الصحفيه، شكرا جزيلا ليك. طيب تعال بقى نسيب شويه كره القدم ونروح للرياضه العالميه، وتحديدا لعبه التنس الارضي، هتتاهل هنا البلجيكي المصنف الثاني ديفيد جوفن لنصف نهائي بطوله جنوب فرنسا للتنس في مونبلييه بعد ان فاز في ربع النهائي على الايطالي المصنف السابع لورينزو سونيجو. طيب هي الفقرة الأولى يعني يمكن أنا بحبها أو مفضلة عندي، عارش أنت بتحبها ولا، بس هي فقرة إخبارية من يعني من حاجات اللي أنا من القرارات اللي أنا يعني بحس إن هي أقرب لي عشان إحنا بنتعامل بشكل مباشر يمكن مع حضراتكم، لكن خليني بقى أفكركم لأن الفقرة الأولى كده تقريبا خلاص بتنتهي، فضل خبر هنختمه معاك يعني. بس تذكرة سريعة للفقرات اللي معانا النهاردة بحضراتكم، هيبقى معانا فقرة للعبة السكواش بالنادي الأهلي يثرب عادل، وفقرة تانية عن بطولات تنس الطاولة في الأهلي، والفقرة الأخيرة زي ما كنت بقول أكيد هنختمها بكرة القدم، وهيبقى معانا الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. بس مزبوط. كده تمام، هنختم بقى مع حضراتكم الجزء الأولاني من حلقتنا بخبر متعلق برياضة الجولف، حيث سجل بروكس كويبكا 6 ضربات تحت المعدل يتصدر ترتيب اللاعبين المشاركين في بطولة فلوريدا المفتوحة للجولف طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية ب 11 ضربة تحت المعدل في المجموع العام. نجحت يثرب عادل لاعبة المنتخب الوطني الأول للسكواش ونجمة النادي الأهلي في فرض اسمها على متابعي ومحبي الملعب الزجاجي بعدما استطاعت دخول قائمة العشرين الأوائل في التصنيف العالمي. يثرب قدمت مستوى متميز قبل توقف مسابقات اللعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مما جعلها تفكر في دخول عش الزوجية مع شريك حياتها المهندس محمد شريف الشمرلي ليكونا عائلة رياضية خالصة. كانت يثرب عادل على أهبة الاستعداد للمشاركة في بطولة بلاك بول الماضية والتي أقيمت نهاية العام المنصرم، لكن الفيروس اللعين أصابها قبل أن تتعافى منه وتصبح جاهزة للدفاع عن مضربها وخوض العديد من التحديات المقبلة. نجحت يثرب عادل مؤخرة في الحصول على المركز الثاني في إحدى سلاسل بطولة باكستان الدولية، وخسرت أمام زميلتها ومواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمية. يثرب المصنفة 15 عالمية في التصنيف الأخير لرابطة اللاعبات المحترفات، تمني النفس في الذهاب بعيدة في بطولة بلاك بول والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 من مارس المقبل. ويؤكد متابعو اللعبة أن فراشة الاسكواش الأهلوي قادرة على المنافسة على اللقب العالمي.
بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي فاكيد النادي الاهلي هو مش بس كره قدم، احنا عندنا رياضات مختلفه، والرياضات المختلفه دي الحمد لله احنا كمان متميزين فيها بشكل كبير جدا. لو هنتكلم عن الاسكواش في مصر دلوقتي هو اكيد مختلف تماما ومتصدر كمان كافه التصنيفات العالميه، ولو هنتكلم عن الاهلي لازم كمان يكون موجود بابطاله والنجاحات اللي هم بيحققوها وهم دايما رافعين راسنا. خليني اقول لحضراتكم اسامي كتيره جدا ربما مش بدايتهم في النادي الاهلي لكن هم مصريين ورفعوا اسم مصر على المحافل الدوليه. عندنا بنتكلم مثلا محمد الشرباجي، مروان الشرباجي، رنيم الوليلي، رامي عاشور، اسامي كتيره جدا مصريين قدرت ان هي تتميز في هذه الرياضه. بس احنا دلوقتي هنتكلم عن النادي الاهلي، خلينا نرحب بضيفتنا يثرب عادل لاعبه اسكواش الاهلي. صباح الفل. صباح الفل، نورانا بجد يثرب واسمك جميل جدا. ميرسي يا جوزو، سعداء بوجودك يا يثرب. ويعني واحنا بنتفرج مع حضراتكم على التقرير يثرب كانت بتتابع برضه، كانت مبسوطه جدا بتقول لطيف قوي التقرير، فبقول احنا مش جايبين حاجه من عندنا، ما هو كله من انجازاتك، فبرافو عليك انت عامله شغل زي الفل. وقبل اي حاجه مبروك يا عروسه. وربنا يسعدك ايامك. بقالك قد ايه بقى الجواز؟ احنا متاخره حبتين بتهيالي. خمس شهور دلوقتي. لا برضه لسه يا عروسه. يسالك يا عروسه. بس انت شكلك بيبي، انت متجوزه يعني؟ انت يعني كام سنه لو ينفع؟ تم 25. بيبي برضه صغيره. الخمس شهور دول بقى التدريبات اتاثرت ولا الدنيا مشيت كويس وعرفتي تظبطي بين الواجبات الزوجيه وبين الواجبات الرياضيه؟ الموضوع اصلا احنا كنا طبعا محدش كان عارف اي حاجه عن موضوع كورونا اللي هيحصل. احنا كنا مظبطين ان احنا الفرح كان يبقى وقت الاوف سيزون بتاعنا بيبقى عاده شهر 6، بعدين طبعا حصل البانديميك اللي حصل في العالم كله فاضطرينا ان احنا ناجل شويه. فبصراحه لا هو رياضي وانا رياضيه، هو بيلعب فولي فهو متفاهم قوي. الاهلي برضو؟ لا لا اليوفلس. الجوازه دي تمت ازاي يا بيه؟ لا بس حلو ان انتوا كمان طبعا اثنين رياضيين. خلينا نبدا معاكي بقى بنتكلم على السكواش، يعني برضو ده سؤال اكيد لازم نبدا بيه، ايه اللي خلاكي تروحي للرياضه دي تحديدا؟ انا اخويا اكبر مني هو اللي دخل لعب سكواش الاول، وبعدين تعرفوا كلنا واحنا صغيرين اي حد بيلعب مع بعض. وبعدين هو كان بالنسبه لي الايدل بتاعي دايما، وبعدين ابتدينا نلعب مع بعض سكواش. وفاني انف ان هو دلوقتي هو المدرب بتاعي، يعني هو اللي بيمرني دلوقتي، واكتر حد بستريح اكون بتمرن معاه هو، لان بحس ان خلاص هو فاهم قوي. صحيح. انا بحس بايه في الملعب لما اكون متضايقه، مش لازم اللي هو احاول ان انا لا لازم اخليه بالي مش عارفه ايه، بس معاه بحس ان الموضوع اتس فيري اونست. لو انا فعلا وحشه هو هيقول لي فعلا وحشه من غير مجاملات من غير اي حاجه. يعني بصي دلوقتي نهوان يعني في المقدمه قالت لنا مجموعه اسماء، وانا متاكد ان في اسماء كمان اكتر من كده بكتير. كل ده بيؤكد على ان السكواش في مصر واخد وضعه على الصعيد العالمي، وعندنا ابطال كتير، ودايما اسماء المصريين بتتصدر يعني البطولات العالميه في هذه الرياضه بالتحديد. ايه سر السكواش مع المصريين؟ ايه سر تفوقنا في الرياضه دي بالتحديد؟ انا عايزه اقول لكم ان احنا دايما السؤال ده احنا بنتساله، بس متهيألي انا رايي الشخصي ان احنا من زمان احنا في مصر كلنا بنلعب مع بعض. احنا عادي جدا ان انا اروح النادي مثلا فور اكزامبل، بخش بلاقي مصطفى عسل، بلاقي كذا حد من اللعيبه، وكان زمان وقت رامي عاشور، عمرو شبانه، امنيه عبد القوي، رنيم، كان كل دول احنا عمرو شبانه قعد سنين ورا بعض جداً. يعني كنت بروح النادي اقعد اتفرج عليه وهو بيلعب، وهو كان معظم الابطال بصراحه كانوا كلهم very down to earth، يعني كلهم متواضعين جدا، ما عندهمش اي مشكله اللي هو احنا صغيرين اللي هو ممكن نلعب معاك فيخش يلعب معانا. فالموضوع كان دايما في حد طول الوقت انت يو لوكينج اب تو، يعني في حد دايما مثال اعلى بالنسبه لك ان انت عايز تبقى زيه، عايز تحقق نفس الانجازات بتاعته. عندنا لعيبه كتيره جدا في الكومبيتيشن طول الوقت في حد يعني دايما تحس ان في حد بيبوش التاني، فكلنا نبقى عايزين نتحسن، لان انت خلاص طالما وصلت رقم واحد انت مش كده خلاص. يعني النجاح معدي في دنيا السكواش. ممكن شويه كومبيتيشن جامده، كل حد عايز يتحسن، كل حد عايز يوصل رقم واحد، ف بتحسن تقريبا الجيل كله يعني هو طالع. جميل حلو. طب انت ده السكواش في مصر بقى، السكواش في النادي الاهلي كلمينا عنه اكتر، يعني عشان برضو نبقى عارفين والكواليس جوه بتبقى عامله ازاي، التدريبات، اللقاءات مع المدربين، اللعيبه الموجودين. التمرين عامه اختلف تماما. احنا دلوقتي عندنا ملاعب جديده، اول ما الملاعب كانت تتهدد بعدين رجعوا عملوا عندنا دلوقتي 6 ملاعب تقريبا من اعلى مستوى.
فدلوقتي بقى في فرايتي اكتر ان انا اقدر في اي وقت اتفق مع اي حد حتى لو مش من النادي الاهلي، ان انا بنبقى اوقات عايزين نلعب ماتشات تمرين مع بعض فبتفق مع اي حد بيجي يلعب معايا في النادي. المدير الفني والمدربين كلهم بيبقوا دايما عايزين احسن حاجه بالنسبه لك، يعني سواء انت هتروحي تمرني في النادي هتمرني في حته تانية اي حاجه، هم دايما بيتابعوا اهم حاجه مصلحتك at the end of the day. ف في لعيبه كتير جدا جدا جدا، احنا حتى كسيدات بنتمرن مع لعيبه جونيورز تحت 17 19 ولاد كتير، ف دايما بيكون في تيم تريننج لو في اي وقت انا عايزه احضره بحضره، فبيبقى لذيذ ان انت بتجت اللي هو ده موست اوت اوف كل حد، يعني مثلا ممكن العب مع حد ستايل بتاعه مختلف، العب مع حد تاني جيم بتاعه مختلف، فبتبقى التمرين في اد فاليو هنا. بالظبط بالظبط. حلو. طب خلينا نتعرف اكتر عليك انت بقى شخصيا يا فندم، يعني بعيدا عن السكواش مؤقتا وهنرجع تاني اكيد، بس يعني كنت بتدرسي ايه؟ برضو البدايات خالص كانت من اول ما لعبت رياضه كان سكواش ولا حاجه تانية في الاول؟ لا يعني عرفينا كده. أيوه. الخلفيه بتاعتك. لا انا بدات بدات كلنا تقريبا بنبدا اللي هو الجمباز، بعدين نبدا سباحه، بعدين خلاص في حاجات كده لازم نعدي. أيوه. يعني او باسكتبول وبعدين صح. بعدين لعبت ووتر بالي من السباحة، بعدين لعبت سكواش، وأول ما لعبت سكواش ابتدى ان دراعي اليمين يبقى أقوى من دراعي الشمال شوية عشان احنا طبعا بنلعب لعبة مضرب. فظبط الزوايا باظ في الووتر باليه، فوقتها لعبت سكواش، وبعدين كنت ببدأ اللي هو 3 أيام في الأسبوع، مش حاجة انتنس خالص، ما كانش في دماغي ان هي حاجة بروفيشنال ولا كارير ولا أي حاجة، كانت حاجة أنا بتبسط إن أنا بلعبها. وبعدين كسبت أول بطولة جمهورية كان عندي 9 سنين. ما شاء الله تحت 11 سنة. طب ودراستك إيه بقى يا فريق؟ أنا أصلاً كنت بلعب بطولة في إنجلترا معروفة جداً اللي هي البريتش أوبن، أخدت فيها 5 تايتلز، ده كان ريكورد وقتها. ما شاء الله. فأنا بلعب كان في مدرب من مدرسة هناك في إنجلترا معروفة جداً، جه يتكلم معايا ان هو عايز يديني سكولرشيب منحه في انجلترا مدرسه. كنت وقتها هنا امريكان، مفيش مش مذاكره برضو انتنس هناك اي دي، فكان الموضوع مختلف. وبعدين رحت فعلا وعمل لي انترفيو واتكلمنا وجالي فعلا منحه، ورحت خلصت مدرسة بعد كده دخلت جامعة. يعني اتخرجتي من المدرسة ومن الجامعة من انجلترا. طب ما فكرتيش ان انت تكملي هناك؟ بصراحة فكرت، لأن أنا كان وقتها أنا كنت قعدت 6 سنين وكنت سافرت صغيرة، أنا سافرت تقريبا كان عندي 14 سنة، فقعدت 6 سنين، فأنا على ما رجعت كان عندي 20 سنة 21 سنة. وبعدين كان بالنسبة لي أنا كنت ما بين حاجتين، كنت عايزة أعمل ماسترز بس في نفس الوقت عايزة أبدأ الكارير بتاعي في البروفيشنال، لأن طبعا الموضوع مش صعب بس محتاج بالانس دايما، يعني محتاج ان احنا نقدر مع المذاكره، ان انا وقت امتحاناتي ديدلاينز بتاعتي ابقى اون تايم، مفيش حاجه تيجي على حاجه. بس في نفس الوقت احنا في السكواش وقت ما كان الوضع طبيعي كنا بنسافر كتير جدا عشان يفضل تمنتين الرانكينج بتاعك، بيبقى احنا بنلعب تقريبا بطوله بطولتين كل شهر معظمهم بره مصر، عندنا 4 كبار في مصر، فكان الموضوع بيكون صعب شويه، ما كنتش بقدر اسافر كل البطولات. فاول لما اتخرجت كنت حاسه انه وقته بقى ان احنا نرجع مصر بقى نتمرن ونركز واخش بقى في المسابقات الدوليه بشكل اكبر. طب هل فكرت في احتراف، يعني انك تحترفي بالخارج مثلا لو جات فرصه؟ بصي بصراحه احنا مصر زي ما كريمه قال في الاول، احنا احسن تمرين، احسن سيستم، لعيبه كتير جدا اقوياء بتقدري تتمرني معاهم. الاجانب دلوقتي هم اللي معظم الوقت بقى بيجوا مصر، اي بعتوا لنا هم اللي عايزين يتمرنوا معانا. احنا عندنا بطوله بلاك بول جايه كمان 2 أسبوع تقريبا، ففي واحده من اللعيبه كانت بعتت لي لو انا ينفع اجي اقعد معاكي ونتمرن قبل البطوله بكام يوم. طب دي حلوه جدا البطوله. فهي مصر بالنسبه لنا احسن سبوت كاسكواش يعني. كاسكواش ان احنا حلو ان احنا نسمع ده على فكره بجد. طبعا كويس جدا. يعني انا كنت قاعده في انجلترا، انا قعدت 6 سنين فكان التمرين مختلف تماما، ستيل طبعا كويسين وهي مدارس مختلفه بالظبط، بس يعني انا بالنسبه لي هنا الموضوع احسن كتير بصراحه. حلو. وإلى جانب البطولة اللي انت اتكلمتي عنها، في ايه تاني بتستعدي له الفترة الجاية ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله المفروض عندنا، احنا طبعا الظروف اللي احنا فيها مش احسن حاجة ان احنا وقفنا شوية الريتم بتاع البطولات. احنا عادة بنبقى عارفين السنة يعني سنة كاملة، احنا عارفين ايه الايفنتس اللي بتبقى موجودة فيها. المفروض ان احنا عندنا بلاك بول وبعديها
ثلاث أسابيع تقريبا عندنا بطولة تانية في مانشستر في إنجلترا. مفروض إن شاء الله بعدها شهر 5 في الجونة، ودي من أكبر البطولات بتتعمل في مصر. بطولة الجونة الدولية للسكواش بقالها سنين، بقالها من 2013 تقريبا. هي من أكبر البطولات اللي احنا بنحبها، لأن هي في الجونة مكان حلو، سبوت حلو، الجو بيبقى حلو في بلدك. بس يعني عايز اقول لك على حاجه تحديدا بطوله الجونه دي، اقول لحضراتكم لان انا يعني كنت مع مؤسسها اللي هو عمرو منسي، هو صديق ليا يعني، كان من اول ما هي كانت فكره وعرضها وكان حلم وكان عايز، هو اصلا كان لاعب سكواش اكيد انت عارفاه، وكان حلم ان هو عايز يعمل البطوله دي، وساعده رجال اعمال معروفين جدا وكانوا داعمين ليه، وبعد كده شوف دلوقتي بقت من اكبر البطولات الدوليه الموجوده. فجميله جدا ان هي كمان ليها على الصعيد الثاني كريم السياحه الرياضيه طبعاً. فيعني طبعاً. بجد حاجة أنا بحسها حاجة فخم بصراحة البطولة دي في الجونة وتحت سفح الأهرام. يعني دايماً بطولات مميزة جداً كمان للي بيتابعها من خلال شاشات التلفزيون. بصراحة في مصر السبوتس اللي احنا اللي هما طبعاً يعني الأورجنايزرز بتوع البطولات هما بيختاروا أماكن زي ما حضرتك قلت، يعني عند بطولة الأهرام دي بتبقى قدامك الفيو بيبقى مش طبيعي، احنا بنبقى في الملعب باصين شايفين الأهرامات، الموضوع بيبقى اللي هو ايه ده ازاي. فمفروض يعني ان احنا بطولة الأهرام موجودة ان شاء الله في شهر 9، عندنا بطولة العالم في أمريكا في شهر 7، فالفترة الجاية ان شاء الله. طب انت هتلحقي تطبخي بقى في الفترة دي ولا ايه؟ ولا يعربن على سندوتشات اللي فاضل من السنة، ولا هتمشي هتمشيها ازاي صحيح والله؟ يعني انت بتتكلمي على مانشستر، انجلترا، ثم الجونه وامريكا، وكان في حاجه رابعه في النص، في دوره سقطت مني في وسط الكلام. هتمشي الدنيا ازاي؟ لان في فعلا ناس ممكن تكون شايفه ان الارتباط وتحمل مسؤوليه بيت حتى لو لسه من غير اولاد، بس برضو البيت بيبقى له طلبات ولزوم بطبيعه الحال. انت فاهمه بتكلم على ايه؟ ففكره ان انت توزني ما بين الاثنين وتبقي ناجحه في الاثنين، هي مسؤوليه، هي فعلا مسؤوليه، لان الموضوع مختلف. ان الاول طبعا كان كل حاجه ماما، يعني مامي اي حاجه، مش بنفكر في اي حاجه، ربنا يخليها لي يعني. فوالله لحد دلوقتي مامي بقى يعني الموضوع ربنا يخليها لك ويديها الصحه يا رب ان شاء الله. بنحاول طبعا، اكيد بيبقى فيه لما بيكون فيه تمارين، او انا عارفه ان انا هنزل بدري تاني يوم، بحاول بالليل لو اقدر اجهز حاجه اجهز حاجه، مامتي بتساعدني طبعا اكيد. بس هي الجواز يعني منتاليتي، هي فكره ان دلوقتي بقى الاثنين بيساعدوا بعض، ما فيش الفكر القديم اللي هي الست عليها 1 2 3 4، بس هي شركه يعني اثنين. بصراحه انت واخده واحد رياضي زي كده، اقول لك انا فعلا الحمد لله انا بحس ان انا محظوظه ان هو يعني بيتفاهم جدا كل حاجه، عارف ان احنا عندنا مواعيد تمارين، هو عنده مواعيد تمارين، نحاول يعني نبقى هيلثي، فالاكل اسهل شويه. لازم الاكل بعدين نعمل رجيم يا سيدي، مش فارقه نجيب السنه كلها مع بعض، الموضوع يبقى اسهل. يعني بس هي متهيألي at the end of the day هي الفكره كلها في تنظيم الوقت. طالما بنقدر نظبط الوقت بتاعنا، ان احنا نقسم اليوم، ان انا عارفه ان انا الساعه كذا عندي تمرين مثلا فتنس، بعديه عندي سكواش، بعد كده هرجع مثلا عندي كام ساعه في البيت قبل ما ننزل، بعد كده عندي تمرين تاني. فهي انا بحب ان انا يبقى عندي دايما كل حاجه، انا عارفه ايه امتى، الموضوع يبقى منظم اكتر، فبتبقى اسهل، مش بتحس وقتها ان بصي انا هتفهم معاكي في حاجه وهضيف حاجه صغيره. يعني لو هنتكلم عن الرياضه العالميه مش بس في مصر، يعني هقول ايه، بطلات وصلوا يعني زي سيرينا ويليامز ورياضات مختلفه، مش كان بس في السكواش، وكلهم مرتبطين على فكره، يعني كلهم مرتبطين، سواء متجوزين او يعني عايشين مع حد او يعني مخطوبين، بس ناجحين برضو، فهو مش عائق يعني طالما اتعملت. يعني بالعكس احنا كمان في السكواش عندنا كان رنيم الوليلي وطارق مؤمن، كان بيروح معاها كل التدريب بيلعبوا، هما الاثنين بيلعبوا الاثنين ابطال، كانت رنيم كل واحد على العالم، هي لسه معتزله عشان لسه جايبين بيبي ما شاء الله. نور الطيب وعلي فرج، علي فرج دلوقتي رقم واحد على العالم يعني، وهي كانت ثلاثه على العالم. فبحس ان الموضوع طالما في تفاهم وسبورت الموضوع بيبقى اسهل. بما ان المصريين واضح ان خلاص رقم واحد على العالم واثنين وثلاثه، يعني احنا يعني مقفلين التايتلز العالميه، بس هل معنى كده ان مفيش لاعبين تانيين من دول مختلفه بتحبي تتفرجي على الستايل بتاع لعبهم، بتتابعي الماتشات بتاعتهم، واخدين عينك يعني؟ لا اكيد اكيد، بالعكس اكيد، في لعيبه كتير ستيل طبعا لحد دلوقتي جامدين جدا. احنا بس زي ما حضرتك قلت، هو احنا دلوقتي احنا عندنا 5 مصريين في التوب 10، احنا
تقريبا اربعه او خمسه تانيين في توب 20. ممكن نقول اساميهم كده يا فريب؟ يعني نعرف الشرباجي الاخين محمد ومروان الشرباجي، كريم عبد الجواد. اتورطت يا ديك، اتورطت في الاسماء. في محمد ابو الغار، طارق مؤمن، وعلى البنات في عندنا نور الشربيني، وعندنا رن جوهر. رنيم اعتزلت بقى قبل كده. قبل كده كان في رنيم، كان في نور الطيب، نوران جوهر، هانيا الحمامي، وفي يثرب كمان مصنفه ضمن ال 20 على مستوى العالم. دي برضه حاجه، انا اعلى حاجه كانت بالنسبه لي كان رقم 13 على العالم. هي بعدين طبعا احنا وقفنا البطولات عشان اللي حصل. انا بحس ان ممكن يكون شويه وقت المذاكره، وقت الجامعه، الموضوع كان مش انتنس زي دلوقتي، بس خلاص طالما بعديها يعني بعد اول ما اتخرجت بقى فول تايم، وبقى التركيز كله رايح في حته واحده، فالموضوع ان شاء الله نبريك توب 10 قريب ان شاء الله باذن الله. وبنتمنى لك كل التوفيق في حياتك سواء الشخصيه والزوجيه والرياضيه كمان. نورتينا يا ستي. انا مبسوطه قوي بجد، نورتينا. اسمك حلو زي ما قلت لك عشان بحب الاسامي الغريبه زي. وجوزك اسمه ايه بقى؟ نوجه له تحيه. محمد الشمرلي. محمد صباح الخير، ونوجه لك تحيه، وعايزينك دايما تبقى داعم لياثرب بجد، لان انت مش هقول مشروع بقى، انت فعلا بطله يعني. عايزين مزيد من البطولات ليكي باذن الله يا ياسر. شكرا ليكي. في فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. انجاز يلي انجاز تحققه فرق الاهلي المختلفه بالعزيمه والاصرار لتحقيق الانتصارات والتواجد على منصات التتويج. فرق تنس الطاوله بالاهلي حصدت العديد من البطولات وتربعت على عرش اللعبه في مختلف الفئات العمريه تحت قيادة أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة. على مستوى فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، حصل أبناء القلعة الحمراء على المركز الأول ببطولة القاهرة لجميع المراحل، كما توجت فرق المارد الأحمر ببطولة الجمهورية بجميع المراحل بعد الفوز على الزمالك سواء بالنهائي أو قبل النهائي. وعن فرق مرتبط الرجال 15 سنة و18 سنة و21 سنة فقد حصلت على المركز الأول بالدورات المجمعة الأولى بالأهلي والثانية بنادي الصيد، فيما حصلت فرق مرتبط السيدات 12 سنة و15 سنة على المركز الأول بالدورات المجمعة الأولى بالأهلي والثانية بالإسماعيلية. ولم تقتصر الإنجازات في المنافسات الجماعية، بل حقق العديد من اللاعبين واللاعبات النجاح في المنافسات الفردية، حيث حصل كل من ملك طارق ويوسف أحمد وهنا جودة وياسمين ياسر ومروان جمال على المراكز الأولى في مختلف المنافسات العمرية لبطولة الجمهورية، لينجح لاعبو جميع المراحل في بطولة الجمهورية للفردي في الحصول على المركز الأول. وتسعى فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات في مختلف المنافسات للحفاظ على اعتلاء منصات التتويج بشكل دائم. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. اكيد زي ما تابعتوا معانا وعرفتوا من خلال هذا التقرير، هيكون حوارنا في الفقره دي عن الفرق المختلفه ذات الاعمار المختلفه تنس الطاوله في النادي الاهلي. والحقيقه يعني حاجه تفرح جدا لما نلاقي ان كل الاعمار متصدرين تقريبا كل البطولات ومحتلين المراكز الاولى. طبعا ده دليل على ان في اداره ناجحه، دليل على ان في مدربين على اعلى مستوى، واحنا طبعا مشرفنا اثنين منهم في هذه الفقره. معانا كابتن محمد اسماعيل مدرب فريق 15 سنه، وكابتن هاني رضا مدرب فريق 12 سنه. صباح الفل عليكم. صباح الفل. سعداء ومتشرفين بوجودكم معانا، ومتشرفين اكثر بالنجاحات. اللهم صل على النبي، حاجه جميله. الف مبروك. الف مبروك. طبعا النجاحات لما تكون بالشكل ده وبالكثافه دي ما بتجيش كده بالصدفه، يكون وراها ايه بقى؟ عايزين نسمع منك يا كابتن هاني. اقول لحضرتك انا النادي الاهلي الحمد لله احنا عندنا بنشتغل بمنظومه جماعيه. يعني احنا لاغيين كلمه الفرد خالص، احنا بنشتغل بجماعي. فالانجاز اللي اتحقق السنه دي انا اعتقد يعني من سنين ما اتحققش، اللي احنا قفلنا كل البطولات فردي وفرق ما شاء الله من جميع الاعمار، من اول 12 سنه الى الرجال والسيدات، سواء على المستوى الفرق او الفردي. فده لو حضرتك يعني لو شفناه كويس ده هيبين قد ايه ان احنا كلنا في النادي الاهلي واحد، يعني النادي الاهلي كله واحد 12 سنه زي رجال سيدات. فده الحمد لله ده سر نجاح النادي الاهلي. يعني شايف ان في اسرار تانية يا كابتن محمد ولا هو برضو نفس النقطه دي؟ انا بكمل طبعا كلام كابتن هاني، هو نفس النقطه. الفكره كلها اللي احنا كلنا ماشيين في اطار واحد، هو بيت
بيت كبير كله شغال مع كله، المدربين كلها مع بعض، الجهاز كله مع بعض، النشاط الرياضي بيساعد، مجلس الإدارة طبعا في الأول وفي الآخر أكيد احنا كلنا شغالين مع بعض ايد واحدة عشان احنا نقدر نوصل لهدف اللي احنا نعمل نتائج واحدة. فرحتنا بإيفنت واحد ما بتكفيش، يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نكسب فعلا كل الإيفنتات. فالإنجاز اللي حصل السنة دي الأساس فيه تجمعنا مع بعض، وده على طول ده اللي احنا تعلمناه وتربينا عليه في النادي الأهلي. لكن السنة دي لما خدنا الثمان إيفنتات في الفرق، ودي كانت أكبر حاجة أول مرة تحصل تقريبا ان احنا خدنا كل الإيفنتات، كان كله ايد واحده فعلا عشان نوصل للهدف ده. يعني مفيش بطوله واحده سبتوها الفريق منافس على سبيل المجامله، كل البطولات خدتوا كل الكاسات ورجعتوا بيها ما شاء الله. ده فضل من ربنا الحمد لله. الحمد لله جميل. طيب يعني اكيد لما تكون بتدربوا اعمار زي 12 سنه و15 سنه، فانتوا كانكم مسؤولين عن معمل تفريخ بشكل او باخر، لان الابطال سواء في رجال او سيدات تنس الطاوله في النادي الاهلي في مرحله سابقه كانوا ناشئين بطبيعه الحال. ففكره ان انتوا بتاسسوا، عايز اسال بقى ايه المواصفات اللي بتدوروا عليها في اللاعب الصغير السن او صغير السن او اللاعبه صغيره السن عشان تقرروا ان ده مشروع بطل احنا عايزينه وهنتولى مسؤوليه تدريب؟ ايه النقاط اللي لازم تكون موجوده في الطفل عموما عشان يبقى مبدع في الرياضه دي؟ هو حضرتك بالنسبه لي انا بصفه شخصيه الطفل الصغير بيبقى شخصيته من الاول باينه. يعني الولد الصغير في اللي هو حابب التمرين، عايز يجي التمرين كل يوم، في طبعا اللي بيحاول ما يبقاش متواجد، فالشخصيه من هو صغير بتبين الولد ده ممكن خلال سنه او سنتين هيبقى حاجه كويسه في تنس طاوله. وتعرف حضرتك اللعبه فرديه، فالمجهود فردي، فبرضه الولد بيبقى باين هو عنده ايه، طموحه ايه، هو حابب يوصل لفين، هو بيجي التمرين مجرد بيحضر ولا بيجي النهارده عشان يستفيد، عايز ينجز، عشان اعمل حاجه عشان تعلي لي المستوى بتاعي. فطبعا دي بتفرق بين كل ولد وولد يعني. واولياء الامور طبعا ليهم دور مهم جدا في المساله دي، ولا يا كابتن حمد؟ اكيد طبعا، هم اساس جدا ان هم يساعدوا عشان يساعدونا احنا اللي احنا نقدر نطلع الابطال دي. في الاول وفي الاخر هم اساس في كل حاجه، احنا عندنا لعيبه كتيره جدا مش من القاهره، مش مقيمين اساسا من القاهره، يعني بيجوا مخصوص عشان بيجوا مخصوص ومقيمين دلوقتي في القاهره، ولعيبه دي لعيبه صغيره، عند الكابتن هاني 12 سنه، عندي 15 سنه، كلهم ابطال مصر. ودول من اسكندريه، من دمنهور، من حتت تانية مختلفه، اهلهم يعني شوف قد ايه بيثقوا في النادي الاهلي ان هم يجيبوا اولادهم وينقلوا حياتهم كلها ان هي تيجي. ده دور مهم جدا على ولي الامر ان هو لازم يساعد في حته زي دي، واحنا كمان لازم نساعد معاه. طالما هو ولي الامر بيساعد احنا اكيد لازم ان احنا ان شاء الله نطلع نتائج كويسه. وده زي لما بقول لحضرتك، ده دليل ان احنا عندنا ابطال كتيره سن صغير جدا مش من القاهره اساسا. ما الواقع ده او الحقيقه دي في حد ذاتها بتاكد فكره ان الطرفين متعاونين، اللي هو اولياء الامور وانتوا شخصيا. حضرتك ان اولياء الامور مجهودهم ودورهم ما يقلش خالص عن مجهود المدربين او اللعيبه، بيبذلوا مجهود فعلا في كتير جدا وعلى حساب حياتهم الشخصيه. ده بيقول لك ساعات بينقلوا حتى يعني اقامتهم بالكامل. انا بشكرهم بصفه شخصيه يعني على تعاونهم معانا السنه دي والسنه اللي فاتت وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. صعوبات التعامل مع سن 12 سنه تحديدا، يعني 15 هنقول وان كان برضو يعني اكيد طفل، يعني في الاخر طفل. ايه اكتر صعوبات بتواجهوها مع الاعمار دي؟ ما انا بقول لحضرتك هو في الاول في الاخر طفل، 11 سنه، 10 سنين، 12 سنه، دماغه ولا صغير، فلازم تنزل انت ليه، يعني انت بتفكيرك انت تنزل له، هو عايز ايه، حابب ايه، هو ممكن يكون عايز يطلب منك حاجه بس هو مش عارف يوصلها لك، فدورك اللي انت تقرب منه. طب انت بتقول عايز ايه، حابب ايه، مفيش طفل ما بيبقاش حابب المصاصات والحلويات والسكريات والحاجات الكتير اللي ممكن تكون بتتعارض مع النظام الغذائي اللي المفروض يكون هم ماشيين عليه. دي ممكن اوقات بتبقى عامل حافز للولد، يعني لو احنا هتقول يعني انا النهارده انا عارف ان هو بيحب حاجه معينه، فلو لعبت النهارده كويس انا هجيبها لك. طبعا مش باستمراريه طبعا عشان حضرتك بتقول عليه بالنسبه للنظام الغذائي، بس بتبقى عامل جذب ليه، حاجه تشجيعيه يعني. طبعا ممكن طبعا تحفيز. عندك طريقه او تكنيك مختلف بتتعامل من خلاله مع الاعمار؟ زي ما كابتن هاني بيقول ان 12 سنه طبعا هو طفل بننزل له شويه لغايه افكاره، لكن 15 سنه بيبدا ان هو شويه نفس الموضوع، هو مش كبير خالص ولا حاجه، لكن هو افكاره بتقدر تتغير شويه زي ما بيطلع 18 لغايه لما بيكبر خالص. بتقدر اللي انت تصاحبه، بتقدر اللي انت تتكلم معاه، بتقدر اللي انت اهم حاجه اللي انت توصله المسؤوليه. مسؤوليه ان هو يشيل بطوله النادي الاهلي سواء في بطوله فردي او في بطوله فرق،
هو ده اهم حاجه اللي احنا بنبنيها فيه. والروح دي الى اي درجه متحققه؟ يعني طبعا هو في دليل على ان هي متحققه، يعني الكاسات دي وبقيه البطولات اللي انتوا حصلتوا عليها، بس بشكل عام يعني الحكايه بتمشي ازاي؟ والله الروح دي يعني متحققه لدرجه كبيره جدا في كل الاعمار، في جميع الاعمار، لان هو الفكره كلها اللي احنا كل مدرب بيقدر يوصل طبعا بتعاوننا كلنا، هو مفيش مدرب هنا بيشتغل لوحده، يعني احنا كلنا بنتعاون مع بعض، كلنا كمدربين ناشئين بنتعامل مع بعض، فوقينا كابتن فتحي عبده طبعا مدير قطاع الناشئين والناشئات، كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، كابتن عمرو المدرب العام، فاحنا كلنا بنقدر ان احنا نشتغل مع بعض عشان نوصل الـ 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 الهدف اللي احنا عايزينه، نوصل في الاخر البطوله والكاس اللي احنا عايزين نوصل له، فده متحقق لدرجه كبيره جدا طبعا، بس مش هيحصل بفرد الواحد اكيد، مستحيل اكيد، وده اللي اتربينا عليه جوه النادي الاهلي. اهم حاجه في السن الصغير تعرفه قيمه ومكانه المكان اللي هو فيه، يعني النادي الاهلي طول عمره المركز الاول هو ده اللي بينافس عليه، فلازم الطفل الصغير يبقى عارف دي من الاول ان انت هنا في النادي الاهلي مطلوب منك المركز الاول، يعني روح الفانيلا الحمراء تبقى متحققه حتى في الاعمار الصغيره دي. لازم السن الصغير ده يوصل له المعلومه دي، ان دي اللي بيبني عليها بعد كده. صحيح. هو خلاص خد على كده وهو صغير، فخلاص هو طول ما هو مستمر عارف ان المركز الاول ده دي الغايه بتاعته، ده الهدف بتاعه. طب تقولوا ايه لاولياء الامور اللي عندهم اطفال حتى في اعمار يعني اصغر حتى من ال 12 و 15 سنه وبيفكروا ان ولادهم يمارسوا الرياضه دي بالتحديد؟ ايه مميزات طبعا يعني الرياضه دي بصفه خاصه هنخسر الكلام عليها، يعني مميزات الرياضه دي بالنسبه للاطفال من الاعمار الصغيره؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك كده، تنس الطاوله لعبه فرديه، فبتعمل شخصيه للولد. انت حضرتك في المباراه الواحده بتمر بكذا مرحله، بتبقى خسران عايز تعوض تجيب المكسب، فدي بتعمل شخصيه للولد، بيعتمد على نفسه دايما، اللعبه مش جماعيه، فعنده القدره هو انا اللي هوصل للمكسب، انا اللي هفضل اتمرن عشان عايز اخد المركز الاول، فكلها دوافع شخصيه. فاللعبه دي انا شايفها ان هي من اهم الالعاب اللي بتبني البني ادم، البني ادم عموما مش الرياضي بس. عندك نقاط اضافيه نضيفها لاجابه كابتن هاني؟ طبعا زي ما كابتن هاني قال، هي لعبه مش سهلة بصراحة، يعني هي لعبة مش سهلة، لكن بتعتمد على السرعة والذكاء والموهبة، بتحمل الولد مسؤولية كبيرة جدا، لأن هو زي طبعا ما حضرتك عارف هي لعبة فردية في الأول وفي الآخر، لكن باسم النادي الأهلي بتبقى لعبة جماعية طبعا. بطولات الدوري وخصوصا في مرحلة التأسيس كمان، خصوصا في مرحلة التأسيس، وزي ما بقول لحضرتك لما الولاد الصغيرين بيشوفوا لعيبة 15 سنة، لعيبة 12 سنة، لعيبة 18 سنة أبطال، وبينزل صورهم وبيتعرفوا وبيروحوا مع المنتخب ويوي، ده بيبقى حافز بالنسبة لهم زي هنا جودة طبعا أكيد. حافز كبير لأي حد دلوقتي سنه صغير إنه يشارك في اللعبة، وغيرها من أبطال كتير طبعا. اللعبة دي أنت قلت ثلاث نقاط بتعتمد عليهم الرياضة، قلت السرعة والذكاء وأظن الموهبة كمان، مش برضه أكيد لازم تبقى موجودة. بأي ترتيب؟ يعني إيه الأهم؟ يعني فكرة الثبات الانفعالي وفكرة الـ يعني انتوا ادرى مني بالمصطلحات الرياضيه، بس فكره ان يبقى في توافق عصبي وفكره سرعه رد الفعل وسرعه البديهه وحسن التوقع، كل دي نقاط بتهيألي مبنيه عليها الى حد كبير هذه الرياضه، فنقدر نمسكها بترتيب معين نقدر نقول ان النقطه دي هي الاهم على الاطلاق؟ طبعا في التنس الطاوله المرونه مهمه جدا، السرعه دي لعبة رد الفعل فيها عالي جدا، انت في جزء من الثانيه بتتعامل مع الكوره بوضع معين يعني جزء تشريحي في الجسم معين، فطبعا السرعه والقوه دي من اهم الحاجات. الموهبه مش لازم تبقى موجوده، يعني الموهبه يعني ممكن تتنمى، يعني ممكن تتنمى، وممكن يعني في لعيبه بتبقى الموهبه عندها قليله شويه بس بكتر التمرين بيزيد. يعني الموهبه انا شايفها طبعا حاجه مهمه بس مش هي رقم واحد. انا ممكن التمرين الكتير والمعسكرات الكتير والاستعداد الشخصي بتاعك انت يعوض الحته دي. طب احنا في الاعمار دي بصفه خاصه اللي انتم متولين مسؤوليه تدريبها سن 12 سنه وسن 15 سنه، لو قارنا بين المرحلتين السنيتين دول في النادي الاهلي في اللعيبه الولاد والبنات وبين نظرائهم او اللي زيهم في نفس المرحله السنيه ولكن عالميا، احنا فين منهم؟ يعني هل اللعيب في النادي الاهلي او اللعيب المصري عموما سن 12 او 15 سنه بنفس قوه اللعيب الامريكي اللعيب الصيني وخصوصا طبعا دول هو طبعا دول اسيويه بصفه خاصه الدول الاسيويه في حته تانية،
احنا بنغلب علينا الطابع الاوروبي شويه. يعني احنا التكنيك لعبنا او الستايل بتاعنا بيبقى باتجاه ليه الجانب الاوروبي اكتر. واكبر دليل علينا هنا جودة. يعني هنا جودة وصلت دلوقتي اللي هي تبقى مصنفه رقم واحد على العالم تحت 15 سنه. فممكن عندنا لعيبه بس هي مطلوب حاجات كتير يعني. والاتحاد المصري بصراحه يعني ابتدى بيتعامل في النقطه دي، بيعمل معسكرات للولاد، بطولات، بيشاركهم بطولات دوليه. فكتر البطولات دي هتعمل الفارق تقربه شويه. ان اللعيبه عندنا موهبه، عندنا في 12 سنه 15 سنه في مواهب كتير بجانب هنا جوده طبعا. بس فاضل لهم الاحتكاك. يعني يلعبوا ويحتكوا بالمدارس الاوروبيه بره اكتر. لو حصل ده انا شايف ان احنا ممكن نبقى قريبين جدا من المستوى اللي بره. طب يعني كابتن هاني كان بيقول يا كابتن محمد ان دول اسيويه في حته ثانيه. طب احنا ليه مش قريبين منهم في الحته اللي هم فيها؟ ليه هم دايما يعني متصيدين الموقف واصحاب اليد العليا، ودايما ليهم حتى ستايل خالص جدا من اول مسكتهم للمضرب، ناهيك بقى عن التكنيك اللي بيلعبوا بيه. اشمعنى هم في حته ثانيه واحنا مش معاهم ليه؟ هقول لحضرتك حاجه. هو احنا طبعا اللعيبه بتاعتنا 12 15 سنه احنا مسيطرين الحمد لله رب العالمين، مسيطرين على العرب كويس جدا، مسيطرين على افريقيا، احنا لعيبتنا كلها ابطال افريقيا في ال 12 وال 15 سنه، وبنلعب بطولات دوليه كتير اللي هي برو تورز. برو تورز دي اللي هي بطولات دوليه زي بطولات عالم مصغره، احنا بنلعبها واللعيبه بتقدر تثبت نفسها كويس جدا وبتقدر تاخد مراكز كويسه جدا. بس لما بتيجي شويه بتتحط فيس تو فيس مع اللعيب الاسيوي الموضوع بيبقى مختلف شويه. ليه بقى؟ عندهم الاعداد اللعيبه اول حاجه كتيره جدا، يعني هم عندهم اعداد السكان ملايين عندهم على بلس ان هو هناك البينج بونج تقريبا او يعني بنسبه كبيره هي اللعبه الاولى في كل بلد منهم، يعني اللعبه الاولى. فطبعا مدينها اهتمام، الطاولات موجوده في كل الطاولات مكان. موجوده في الشوارع يعني، لو نزلت يعني الطاولات موجوده في كل حته، في كل حته العدد كتير جدا العدد وزائد الحاجه الاهم قوي اللي هو النازلين سبحان الله، يعني هي المرونه عندهم كده يعني، هي حاجه كده يعني. فدي مش بايدينا احنا يعني، دي بنحاول نطورها في اللعيبه طبعا كل واحد بحسب امكانياته يعني. طبيعه الحال. طب انتوا ان شاء الله بتجهزوا نفسكم لايه؟ احنا خلاص قفلنا صفحه البطولات اللي فاتت كلها اللي انتوا قفلتوها بسم الله ما شاء الله، في ايه بقى جاي ان شاء الله تشتغلوا عليه؟ انا بس استاذنك انا عايز اشكر لعيبتي طبعا. ان هم السنه دي عملوا حاجه كبيره جدا الحمد لله. احنا بطوله الفرق السنه دي ما كناش المرشحين الاول ليها. اللعيبه في النادي الاهلي في المرحله دي يعتبر من المدارس، من قطاع الناشئين يعني ولاد المدارس. المنافسين اللي كنا بنلعب معاهم جايبين لعيبه من بره سواء النادي الزمالك او نادي الاسماعيلي. فدي حاجه انا مفرحان انا شخصيا ان اللي احنا كسبنا بولاد النادي، فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي كله واداره نشاط الرياضه طبعا، كابتن مروان عبد القادر وكابتن اشرف فتاح رئيس الجهاز، كابتن عمرو رضا، كابتن فتحي عبده. فعايز اشكر يوسف احمد، عمر هاني فوزي، يوسف الجمال، وادهم احمد، ويعني انا بشكرهم من هنا على المجهود اللي عملوه السنه دي يعني. عندك حد عايز تشكره؟ اكيد. طبعا هو الكابتن هاني بيشكر اللعيبه بتاعته، وانا بشكر لعيبتي الابطال طبعا كلهم، ياسين وائل ومؤمن صلاح وياسين ياسر، محمد عبد السلام، محمد السيسي، انا بشكرهم طبعا جدا. وانا بس عايز ازود حاجه، ان اللي احنا اللي حصل البطوله الفرق اللي فاتت يعني كان موضوع كبير قوي، يعني لان احنا مفيش مدرب في النادي الاهلي ما كانش موجود في الصاله. مفيش مدرب يعني، الكابتن هاني موجود معايا، الكابتن ميد ومحمد عبد الحميد مدرب 18 سنه موجود بكل حاجه وما عندوش ماتشات وجاي وبيشارك، كابتن احمد عبد السلام، كابتن عمرو رضا، كابتن اشرف عبد الفتاح، كابتن فتحي عبده، كل الجهاز موجود. حتى في السيدات برضو قطاع السيدات كله كان موجود مع كله، كابتن عبد السلام، كابتن هشام اسماعيل، كابتن هيثم، كابتن بسنت، كل الجهاز، كابتن عادل شومان طبعا، كابتن احمد عياد، كل الجهاز كان موجود. حصل برضو حاجه كنت عايز احكيها شويه، ان كل اللعيبه، لعيبه الرجال نفسها بتتصل باللعيبه قبل الماتشات على طول. يعني محمد البيلي طبعا، خالد عصر، محمد شومان، عمر بديل، كانوا بيتمرنوا معانا، كانوا بيجوا يلعبوا مع اللعيبه بتاعتي قبل البطولات. انا طبعا بوجه لهم الشكر. حلوه الروح دي قوي طبعا. اللي انا عايز اقول لحضرتك اللي احنا في الاهلي جماعه. يعني بطوله الفرق اللي فاتت اللي احنا كنا فيها دي، ده الايفنت كان 12 سنه اولاد وبنات. حضرتك تتخيل ان كل جهاز تنس طاوله موجود في الاسماعيليه. وفي نقطة كمان يعني الروح موجودة الحمد لله. ودي سبب رئيسي اللي احنا فيه دلوقتي. يعني في نقطة برضه أنا عايز أزودها كابتن،
كابتن عمرو رضا كان عنده ماتش في دوري في 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 اسكندريه، كابتن سيد لاشين كان عنده ماتش دوري في اسكندريه مع كابتن عمرو، جم بطوله من اسكندريه للاسماعيليه عشان يحضروا معانا موجودين معانا، وكابتن سيد لاشين كابتن عمرو اسماء يعني كبيره جدا ان هي تحفز لعيبه 12 و15. انا حاسس ان انتوا بتتكلموا على يعني مصنع خط انتاج الابطال المستقبليين، فيعني مبدئيا حاجه جميله جدا، ولو ما كانتش كل العناصر فعلا يعني بتتضافر عشان نوصل لمرحله البطولات والانجازات دي كلها ما كنتوش حققتوا اللي انتم بتتكلموا عليه من اول الفتره. المنتخب المصري من كل الايفنتات في النادي الاهلي يعني من 12 سنه لرجاله والسيدات كل الرياضات الحمد لله يعني كل الرياضات، وعايز اقول يعني نتمنى نفضل محافظين عليها ان شاء الله. الحمد لله ساعات كتير زي ما كابتن هاني بيقول كمان احنا بيستعانوا بينا في منتخب مصر الناشئين، طبعا ما فيش خالص رفض من النادي، كابتن اشرف عبد الفتاح بيدعم جدا، كابتن وقوف بيدعم جدا ان احنا لو جالنا استدعاء للمنتخب نساعد شويه لان لعيبتنا كلها بتبقى هناك. طبعا فطبعا يعني بوجه لهم الشكر طبعا. موفقين ان شاء الله كل اللي جاي، وانا سعيد جدا بان انا كنت معاكم النهارده، نورتونا وشرفتونا، ومليون مبروك على هذا الكم من الانتصارات اللي مشاركتك، واحنا شرفنا بوجود حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. بستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني عشان نستكمل مع حضراتكم اخر فقره بقى حواريه في حلقتنا النهارده، واللي هيكون منورنا من خلالها الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. فاصل ثم عوده، اتفضل. الاهلي بعد غياب شهر تقريبا خلاص هيرجع للمنافسات المحليه، واللي هتكون بدايتها النهارده امام طلائع الجيش الساعه 7:30 تحديدا. عندنا اكيد كلام وملفات كتيره جدا عن المباراه واداء الفريق كمان والاستعدادات، خلينا بس كل ده ان شاء الله هنناقشه مع الناقد الرياضي اللي منورنا كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. صباح الفل. صباح الخير يا نهار، صباح الخير يا كريم، صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، منور الدنيا كلها. طبعا اكيد هنتكلم معاك بقى بالتفاصيل عن مباراه النهارده وعن فيتا كلوب ان شاء الله الله لاحقا طبعا. بس يعني لو تسمح لي انا عايز ابتدي معاك من نقطه يعني ملتهبه حبتين طبعا، واعتقد ان هي جديره بالمناقشه الى حد ما، فكره ان موسيماني الفتره الاخيره تعرض لمجموعه من الانتقادات. نعم. فيعني رؤيتك ايه لهذا الامر؟ لا ده امر طبيعي اكيد، المنصب المدير الفني معرض للنقد سواء كان نقد ايجابي او نقد سلبي، وهو اوريدي طبعا راجل خبير بالحته دي وعارف الكلام ده كويس، وعارف طبعا ان الشغل في شمال افريقيا وخصوصا في مصر مختلف تماما عن الشغل في جنوب افريقيا، وان الاعلام والانتقادات ومتابعه الجمهور للكوره في مصر، وكمان طبيعه جمهور النادي الاهلي هو بطبعه جمهور انتقادي دايما بيعلق على اي شيء، دايما في 80 مليون خبير كوره في مصر، ودي حاجه سواء الناس تشوفها بشكل سلبي او الناس تشوفها بشكل ايجابي هو في الاخر امر واقعي. صحيح. يعني صحيح. قول رايك فيه زي ما انت عايز مفيش مشكله، ولكن هو امر واقعي كلنا بنقول ارائنا في الكوره، وبالتالي يجب على الراجل انه يتحمل هذه الامور ويكون عنده سعه صدر لهذه الامور، واكيد برضه هو كمدير فني هيصيب في بعض الاوقات وهيخطئ، واكيد اكيد فيتسو موسيماني ما زال في وجهه نظري الشخصيه في مرحله التعليم لظروف ومنظومه النادي الاهلي، محدش شايف يعني نقدر محدش يتعامل مع بيتسو موسيماني رغم طبعا البدايه الاكثر من رائعه. صحيح. طبعا محدش يتعامل معاه ان الراجل وصل للتوب فورم بتاعه، لا طبعا احنا بنتكلم منظومه النادي الاهلي بالنسبه لاي حد جديد منظومه كبيره، لازم تقعد فتره تبدا تتعلم وتدرس وتجي لك خبرات، ودي شيء كويس جدا يا كريم ان السقوط والامور او النتائج النيجاتيف او السلبيه بتحصل في الاول، ده شيء يعني كويس جدا. ليه؟ يبقى عندك مساحه وقت ان انت تتعلم وتتدارك الامور فيما بعد في الماتشات المهمه، وبالتالي بيتسو موسيماني اكيد، ولو اذا مثلا خدنا ماتش سيمبا الاخير كمثال اكيد كان عندنا اخطاء كتيره، واعتقد احنا يعني اهو عشان بعض الناس اللي قالوا ان احنا في قناه النادي الاهلي ما بنقولش الاخطاء ودايما او دايما بنقول الصوره الحلوه مثلاً. اعتقد احنا صبح وليل ليل وصبح. طب ايه رايك كريم نبدا من هنا يعني؟ نعم. مش عايزين ناخد وقت بس طبعا طب. احنا عايزين ننظر يعني للقادم خلاص يعني في صفحه. نعم. افريقيا هنقول ان هي دلوقتي التركيز الاهم في الدوري المحلي. نعم. ولكن قبل ما نروح للدوري ونشوف كده اخطاء، وانت كنت معانا. نعم. برضو اتكلمنا بس. نعم. رايك ايه في يعني مش هقول لك الاخطاء اللي احنا عملناها، بس رايك ايه في الاداء بتاع الاهلي
سريعا في ماتش سيمبا. في ماتش سيمبا الاخير. نقطه كويسه، احنا اي كلام هنقوله على ماتش سيمبا احنا بنتكلم على ماتش سيمبا، بنتكلم على 90 دقيقه بتوع ماتش سيمبا، ما بنقيمش الفريق بشكل عام وبنقيمش بيتسو موسيماني بشكل عام. ولازم على الساده المشاهدين يبقوا فاهمين الفرق ما بين الجملتين اللي انا بقولهم. احنا بنقيم مباراه ولا نقيم فتره ولا نقيم مدرب بشكل عام. ماتش سيمبا تاني، الطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني هي مش طريقه دفاعيه. اي حد يظن ان 4-3-2-1 طريقه دفاعيه بحته، لا، هي الفكره في التوظيف. وهدي مثل بسيط عشان الساده المشاهدين يعرفوا الفرق ببساطه. لما مدير فني يلعب ب 4-3-2-1، على فكره انت بتطلع مفروض في التاكتكس بتاعت الطريقه دي ان انت بتطير اتنين من الوسط، يعني بتلعب باتنين 8 وواحد 6، وبتخلي اتنين 8 دول دايما متقدمين قدامه بيساعدوا التلاته اللي قدام. يعني احنا بنهاجم بخمسه المفروض يعني. طيب لو انا بلعب بطريقه 4-2-3-1 المدافع رقم 6 بيبقى وحيد. انا ساعات بثبت جنبه رقم 8 بقول له ما تقدمش قوي عشان ما تسيبش فراغات. فهنا ممكن اكون بهاجم باربعه. فهي الفكره مش في العدد او مش في الرقم اللي هو 4-3-2-1 او 4-2-3-1 او 4-3-3، لا، الرقم ده بس ده هو فورميشن على الورق. انما الاساس في المهام الموكله للعيبه داخل الملعب اخبارها ايه. طيب احنا ليه ظهرنا بالشكل الدفاعي البحت قدام سيمبا؟ عشان نقطتين. ان خط الوسط بتاعنا الثلاثه ما كانوش بيتقدموا، كانوا دايما متراجعين. والاثنين الفول باكس بتوعنا محمد هاني ومحمود وحيد قبل الهدف بتاع سيمبا كان واحد بس اللي بيطير والتاني بيثبت. فده خلى عندنا مشكله في ايه، في الكره الثانيه. كنا دايما لما الكره الطوليه بتتلعب وتنزل ترتد نص الملعب ما كناش بناخدها، كان لعيبه سيمبا هم الاكثر عددا في نص الملعب. وبالتالي دي امور اكيد تكتيكيه المفروض يكون الجهاز الفني على علم يعني. شافها وتعلم منها. طبعا احنا مباراه سيمبا اكيد يعني كنا دروس مستفاده يعني. طبعا اكيد احنا يعني استعرضنا الامور دي اكيد كتيره من ساعه المباراه، ولكن اكيد المنافسه على المستوى المحلي مختلفه على المستوى الافريقي. وافتكروا يوميها احنا اتكلمنا الصبح على النقطه حتى انا فاكر سؤال نهواني النقطه بتاعه الجمهور. وقلت لك خلي بالك ساعات اللعيبه لما بينزلوا، طبعا اللي حضر المباراه مش 30,000، اللي حضر المباراه دي 60,000. احنا شفنا الملعب بتاع سيمبا ده 60,000 اللي حضر. في بعض اللعيبه لما بينزلوا واحنا بقى لنا فتره طويله بنلعب في ملاعب سايلنت، طبعا طبيعي دول بشر. وكمان نضيف عليها الاحصائيه اللي احنا عرضناها الخاصه بمباريات الساعة 3 يا كريم. ان احنا من 2018 ما بنلعبش غير بعد كده. مباراة الساعة 3 العصر بالنسبة للنادي الاهلي فيها مشكلة، وانا استعرضت 9 مباريات من 2009 من 2018 من 2018 لعبنا 9 مباريات لغاية دلوقتي الساعة 3 العصر في افريقيا. طيب نتائجنا فيها ايه؟ 6 خسائر، هزيمتين، تعادلين وفوز وحيد. وفوز وحيد السنة دي قدام فرقه ضعيفه. هو كان باين قوي يا كريم اصلا من يعني العين حتى المجرده كده تقدر تشوف اللاعب المصري اللي هو لاعب الاهلي يعني واللاعب بتاع سيمبا فرق كبير جدا. واحنا هنا في البرنامج استعرضناها. نعم وفي البرنامج هنا استعرضناها. صح. وهو احنا طبعا ان شاء الله باذن واحد احد يوم السبت عندنا فيتا كلوب هنا في مصر، وبعديها عندنا فيتا كلوب العوده في كينشاسا، بعديها عندنا ماتش المريخ وهو من دلوقتي انا بقول اهو ماتش المريخ السوداني اكيد بنسبه كبيره هيبقى الساعه 3 العصر. فيتا كلوب احنا دايما بنلعبهم الساعه 6. فيتا كلوب دايما بيلعبوا الساعه 6، وان كنت اشك ان هم هيختاروا الساعه 3. طب يعني اولا النقطه اللي انت وقفت عندها دي نقطه ملفته جدا للنظر، فكره ان من 2018 6 خسائر واثنين تعادل واحد فوز من اجمالي 9 مباريات. طب يعني اكيد الجهاز الفني والاداري يعني خد باله من التفصيله طبعًا دي طبعًا. واكيد المفروض يشتغلوا عليها يعني يراعوا ده حتى في التدريبات هنا في مصر. نعم شوف هي ليها حلين. مباراه طبعا احنا في مصر هنا بنلعب 5 وبنلعب 7:30 دي ماتشات الدوري معظمها. نادرا ما بنلعب الساعه 2:30، الاهلي بيلعب 2:30 او الا في حاله واحده لو لعب ماتش اسوان زي السنه اللي فاتت لما النادي الاهلي لعب اسوان الساعه 2:30 لما كان ريني فايلر هو المدير الفني. طيب ماتش 2:30 ده او 3 صعب جدا يبقى عندك ماتش رسمي. اتحاد الكره اوريدي ما بيلعبش الاهلي او الزمالك الساعه 3 لظروف تسويقيه وظروف طبعا اذاعه المباريات والاعلانات ومثل هذه الامور. وبالتالي انا بشوف ان حل مباريات او انك تعمل ماتشات وديه ربما ما يكونش امر جيد. ليه؟ انك هتعمل ارهاق للعيبه وكمان عندك خوف
من الاصابات انك هتلاعب منافس ممكن لعيب في ماتش ودي ممكن لعيب يتصاب. طب ايه الحل البديل لده؟ الحل البديل انك تبدر التدريبات في الفتره لما تعرف ان انا مثلا يوم السبت الجاي، بقول مثلا السبت الجاي انا هلاعب فيتا كلوب الساعه 3 العصر وماتش اواي، فتدريباتي تبقى الوقت قبليها باسبوع او 10 ايام في الوقت ده. طالما انا عارف الميعاد بدري يبقى انا بقى لي 10 ايام اعمل ايه بقى؟ ابدر التدريب. معلش طبعا انا اسف، اللعيبه هتتقدر بكل تاكيد بس افضل ليهم، بس يعني اكيد النادي عماش نتعب شويه الفتره دي بالظبط بالظبط زي اللي احنا عملناه في مباراه العوده قدام سان داونز 1-1. ساعتها كان منظومه كامله بنتكلم، طبعا دي كانت اول مباراه لينا بعد هزيمه 5-0، وهزيمه 5-0 اكيد اكيد بنسبه 70% ما كانتش فني. اللي شاف المباراه دي ما كانتش فني خالص، يعني في امور بدنيه وامور يعني تدريبيه قبليها ما كانتش متظبطه، وبالتالي والساعه طبعا البيولوجيه بتاعه جنوب افريقيا معانا وفكره ان احنا بنلعب ماتشاتنا بالليل وحاجات كتيره جدا. فلكن ما احنا اهتمينا وبدرنا، وانا فاكر ان فايلر ساعتها عمل تدريب النادي الاهلي في الفتره اللي قبل مباراه سان داونز 10:30 الصبح. اللعيبه كانت بتنزل ملعب التتش 10:30 الصبح. فبتاني هي تجديره للعيبه ولكن بنحتاج ان احنا نعملها الفتره عشان تخش المباراه دي وانت جاهز. لكن لو انت جيت على المباراه وطبعا ونظامك انت الحياتي، وحتى انا برضه هو فاكر الحلقه بتاعت يوم سيمبا احنا شرحناها، لو انت اسلوبك الحياتي متعود انك تقوم من النوم الساعه 12 عشان تمرينك يبقى الساعه 2 الظهر او 3 العصر، اكيد صعب قوي 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 لما اجي اقول لك الماتش بتاع 3 العصر بقى حاجه انت ممكن تتكيف عليها بسهوله. طيب تمام، نروح بقى لما هو قادم والنهارده وطلاع الجيش، ونتكلم عن فريق ما هوش بسيط. احنا طبعا عندنا طبعا يعني بيدربه كابتن كبير عبد الحميد بسيوني. فهل احنا نقدر نقول مثلا النهارده الماتش هيبقى ما بين فكر مدرب ومدرب او جهاز فني وجهاز فني، ولا مهارات لعيبه في الملعب؟ خلينا نعرف منك التصور. طبعا الكابتن عبد الحميد بسيوني اكيد هو بقى اسمه مرتبط بنادي طلاع الجيش، زي ما الكابتن طارق العشري جه فتره اسمه مرتبط بحصل حدود، والكابتن ايهاب جلال مرتبط بمصر المقاصه. وبالتالي كابتن عبد الحميد بسيوني عارف يعني افضل التوليفه الافضل لطلاع الجيش ودايما بيلعب بيها. وطبعا شفنا حتى في مباراه كانت ساعتها كانت كابتن العاشر هو المدير الفني في فاينل الكاس، والشكل الدفاعي اللي طلاع الجيش لعب بيه، واعتقد هنشوفه كوبي منه النهارده في المباراه. لان طلاع الجيش طبعا اكيد مش هينزل قدامنا فاتح الملعب، وكالعاده بيعتمد على الزون ديفنس. وطبعا اكيد انا متاكد الكابتن عبد الحميد بسيوني برده هيسهل على لعيبته مساله الهجوم، وهيلعب على الكروسات سواء لعمرو جمال او ناصر منسي، الطريقه الاسهل له في اللعب والوصول لمرمى النادي الاهلي. طيب احنا مرينا بتجارب نيجاتيف في الدوري او تجارب سلبيه قدام البنك الاهلي وقدام وادي دجله، وشوفنا برده في فاصل انا يعني يؤسفني ان انا اقطع كلامك يا كريم، بس هو الفكره ايه؟ عشان هينضم لنا كريم ثالث في هذا الحوار. طبعا زميلنا العزيز كريم احمد مراسلنا الموجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. كريم صباح الفل عليك، وعرفنا ايه الاجواء الموجود اللي انت موجود فيها حاليا. صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، صباح الخير زميلتي العزيزه نهواندو، وكل التحيه طبعا لنقدنا الرياضي الكبير كريم سعيد. اكيد طبعا متواجدين في مقر اقامه النادي الاهلي اللي بيستعد بكل جديه وبكل قوه لمباراه اليوم الاهلي وطلاع الجيش على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 7:30 يا رب ان شاء الله باذن الله. كل التمنيات والتوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اتكلم طبعا سريعا، تم غلق الصفحه تماما بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين مباراه سيمبا، ودي يمكن من مميزات لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الفصل ده بيبقى مهم جدا ان انت تجدد الرغبه والدوافع تكون متجدده بشكل كبير جدا. ده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الفني. كان عندنا اخطاء اكيد في المباراه الافريقيه، لكن خلاص بطوله الدوري العام ليها حسابات خاصه، ليها حسابات فنيه وتكتيك اكيد مع بيتسو موسيماني اللي حضر لهذه المباراه بتدريبين يوم الجمعه ويوم السبت. اختتم يوم السبت التدريب على ملعب مختار التتش واختار قائمه لهذه المباراه. يمكن حابين ننوع على حاجه لمسينها مع لعيبه النادي الاهلي، الجلسه اللي جمعت بين الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بصحبه طبعا لجنه التخطيط واللاعبين ليها مردود كبير جدا، وده اللي احنا بنسمعه من بعض الكواليس من
لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه عارفه ان المرحله اللي جايه فيها تحديات كبيره جدا سواء على المستوى المحلي والمستوى الافريقي. الفتره اللي جايه محتاجه انكار ذات كبير، محتاجه مسانده من كل جمهور النادي الاهلي. هو ده الهدف، طول ما جمهور النادي الاهلي في كل مره بيكون متواجد مع اللاعبين بيساندهم بعيدا عن نتائج، بعيدا عن اي امور، بتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وده اللي احنا بننتظره. كمان اللعيبه عندها رغبه كبيره جدا النهارده ان شاء الله باذن الله ان هي تحقق نتيجه ايجابيه مع الاداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كمان النهارده بيتسو موسيماني يكون موفق في القياده الفنيه من خارج الخطوط، اختيار التشكيل، كمان الراجل اكيد مقسم المباراه، وده اللي اتكلم عليه محاضراته مطوله. المحاضره الاخيره كانت لبيتسو موسيماني امس، كانت ساعه و20 دقيقه للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. الراجل بيحاول يتكلم نظري، بينزل يطبق عملي، بيوقف التقسيمه، في اخطاء عديده جدا اكيد النادي الاهلي وقع فيها، لكن مع تدرج الاخطاء ومع الروح اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي والجلسه المثمره اللي بناكد عليها اكتر من مره مع الكابتن محمود الخطيب، ان شاء الله مردودها يكون في المستطيل الاخضر، وتكون انطلاقه بعد اكتر من 32 يوم او 33 يوم لعوده من جديد للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام. متواجدين زميلي كريم، زميلتي نهاوند، زميلي كريم ايضا في مقر اقامه النادي الاهلي. فطارنا النهارده كان للنادي الاهلي كان صباحا، وجبه غداء هتكون واحده ونصف، محاضره فنيه اخيره لبيتسو موسيماني هتكون 4 عصرا، على ان يتوجه النادي الاهلي بحافله النادي الاهلي مباشره الى استاد الاهلي والسلام في تمام 5:30. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ومطمئن غيابات كالعاده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن بنتمنى ان الغيابات ما تطولش، عندنا مرحله مهمه وتحديات كبيره. وليد سليمان بيغيب، علي معلول ايضا كمان ماشي في التاهيل للعضله الخلفيه، صلاح محسن كمان اللي كان بيشتكي من العضله الاماميه، الكل ماشي في التاهيل بشكل مطمئن وجيد جدا، لكن هو يمكن ناصر ماهر اللي خلاص شفي تماما من العمليه الاخيره اللي كانت فيها الكتف، شارك في جزء بسيط جدا من التدريب، لكن انت عارف طبعا الحفاظ عليه امر مهم جدا، لسه هيخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه خلال الايام القادمه، لكن بيعود لنا رغم الغيابات بيعود لنا كمان عدد من اللاعبين. حسين الشحات كان غايب عن المباراه الاخيره، طاهر محمد طاهر اللي اعلن جاهزيته بدنيا وفنيا لهذه المباراه، ان شاء الله الامور كلها تكون ماشيه بشكل طيب. طاقمنا كمان طاقم التحكيم النهارده اللي هيخوض هذه المباراه محمود البنا، هاني عبد الفتاح، رضا جبر، عباس حسن، وائل مجدي، مصطفى عثمان، يا رب يكونوا موفقين النهارده كمان في الاداره التحكيميه لهذه المباراه. ودعواتك بقى زميلي كريم، زميلي كريم سعيد، زميلتي نهاوند ايضا كمان، النهارده يكون يوم سعيد على النادي الاهلي وجمهوره، ويقدر النادي الاهلي يحقق 3 نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا، هيصعد منه للمركز الثاني مؤقتا للاستعاده بقى من جديد كعادته النادي الاهلي لاستعاده صداره جدول بطوله الدوري العام. قبل ما ننهي معاك هذا اللقاء، الزميله نهاوند عندها سؤال ليك يا كريم، اتفضل. كريم بصبح عليك طبعا، وبتفائل بيك طبعا، كلنا بنتفائل بيك حقيقي لما بتكون معانا الاهلي بيكسب في المباراه. خليني بس اروح معاك لنقطه انت ذكرتها، واحنا كمان كان معانا خبر بشانها يعني في الفقره الاولى، فكره الاجتماعات المستمره وحرص كابتن محمود الخطيب ان هو يكون على تواصل دائم مع الفريق وانعكاساته اكيد، وكمان لجنه التخطيط وموسيماني، ف دي اعتقد ان دلت على شيء فليها مدلول ايجابي. خلينا لو تقدر تدينا كواليس من هذه اللقاءات لو لديك، يعني تفضل يا كريم. بالتاكيد طبعا زميلتي نهاوند، انت عارفه طبعا يعني وجود الكابتن محمود الخطيب رسائله بتبقى بسيطه جدا، لكن كان لابد يكون في اجتماع ولابد يكون في وجهات نظر، ويمكن بقول لك مردود الجلسه دي كان مهم جدا للعيبه، لان يمكن الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط طلبت اللعيبه ان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره عندهم طموحات لا تتوقف عن حصد البطولات، وده امر مهم جدا، فاللعيبه لابد كمان ان تكون رغبتها متجدده، دوافعها متجدده، شخصيه النادي الاهلي لابد ان احنا نشوفها في كل مباراه، روح الفانيلا الحمراء دخولنا في المباراه بعيدا عن جو وبعيدا عن حضور جماهيري وبعيدا عن الامور دي، احنا عندنا هدف ولاعيبه النادي الاهلي عندها هدف، وده اللي يمكن اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب مع كل لعيبه النادي الاهلي. اللي فات خلاص انتهى بالنسبه لتحقيق ثالث عالم، بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري، كاس، اللي جاي هو الاهم، وده اللي احنا بنامله ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ان احنا الفتره اللي فاتت خلاص تعدي، عندنا طموح كبير جدا ان احنا نحقق البطوله العشر، عندنا سوبر مصري وعندنا سوبر افريقي، فاكيد الجلسات دي بتكون مثمره جدا للعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كمان نشوف مردودها النهارده في ال 90 دقيقه ان شاء الله امام طلائع الجيش، فريق مميز جدا، لكن ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله النهارده نسعد جمهور النادي الاهلي من جديد، لاعبتنا ترجع من جديد تاخد الثقه من جديد، ويستمر النادي الاهلي في سلسله انتصارات في بطوله الدوري العام. تمام، جميل، احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز كريم احمد، شكرا جزيلا ليك، وبنستاذن ضيفنا العزيز كريم سعيد، جه بقى وقت الفاصل، اللحظه اللي كنا خايفين منها والله، هنعمل ايه، اللهم لا اعتراض، بس هو فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل. الاهلي وطلائع الجيش الساعه 7:30 على الاهلي والسلام، ان شاء الله يكون الفوز اهلاوي. نرجع للاستاذ كريم، وكنا بنتكلم عن طلائع الجيش،
وكابتن عبد الحميد، وازاي التصور ممكن يكون النهارده فيما يختص بطلاع الجيش. بعدين اكيد هسالك طبيعه الحال عن توقعاتك لتشكيل الاهلي. نعم اكمل، احنا كنت بتكلم على الماتشين للنادي الاهلي يعني وقعهم في التعادل قدام وادي دجله والبنك الاهلي، بعيدا طبعا مباراه بيراميدز، لان مباراه بيراميدز يعني فنيا لا تقارن بمباراه البنك الاهلي وادي دجله. لكن في الاربع نقط اللي احنا خسرناهم قدام وادي دجله والبنك الاهلي، انا في وجهه نظري كان ممكن يتفادى السقوط ده لو احنا ما بنديش المنافس المساحه ان هو يكتسب ثقه. طبعا مباراه البنك الاهلي اكيد كان فيها الظروف بتاعه المطر الشديد اللي كان في ملعب الماكس، وكمان اختيار الكابتن محمد يوسف في ملعب الماكس عشان هو ملعب ضيق، وطبعا الملعب الضيق بيقلل من فرص النادي الاهلي. النادي الاهلي بطبيعته بيحب يلعب على الملاعب الواسعه عشان يقدر يعمل ستريتشنج للجناحات بتاعته، دي بتعمل جهد بدني ازيد على المنافس، وبالتالي اي منافس يحب يلعب النادي الاهلي في ملاعب ضيقه عشان انا ما اتعبش اكتر. وبالتالي نقطه مهمه جدا جدا لازم ان شاء الله الجهاز الفني يكون واخد باله منها النهارده، لان كابتن عبد الحميد بسيوني اكيد النهارده الزون ديفنس هيبقى موجود، مفيش ضغط طويل او ضغط عالي على النادي الاهلي بدايه المباراه، فلازم احنا نبادر بهذه النقطه. حتى برضو يوم مباراه سيمبا واحنا بنتكلم قلنا نتمنى بدايه المباراه البريشر يبقى من عندنا احنا، احنا واخدين الدفعه دي، لكن احنا بمرور الوقت والامور طبعا النفسيه بتاعت الملعب والامور اللي حصلت في المباراه خلتنا الى حد ما شكلنا يبان ان احنا بنلعب زون ديفنس اكتر ما احنا بنضغط على المنافس. فنقطه مهمه وانت بتلاعب منافس اقل منك، مهم قوي قوي انك ما تدهوش الحته ان هو يقدر ياخد المعنويات العاليه، يعني كل الوقت اللي بيمر والنتيجه متعادله او حتى انت ما بتضغطش وما بتعملش كم هائل من الهجمات عليه هو بيكتسب المزيد من الصح. نقطة صحيحة جدا، احنا الدوري اللي فات يعني السابق اللي احنا فوزنا فيه الحمد لله احنا كنا كده يعني، والماتشات الأخيرة تحديدا احنا كنا بنحقق الفوز من أول الدقائق الأولى يعني في الشوط الأول، بس ما لاحظناش ده موجود بعد كده في الدوري الحالي. وطبعا في ظروف، خلي بالك يا نهواند إن احنا بنتكلم على فترة مضغوطة، يعني اللعيبة نفسها طبعا بتشفت من كومبيتيشن لكومبيتيشن ومختلفة، وأفريقيا يعني بنتكلم بنلعب محلي نطلع نلعب قاري، بعد كده نلعب دولي، بعد كده نيجي نلعب محلي ونلعب قاري، فطبعا اكيد الامور دي عامله احمال بدنيه زياده على اللعيبه، وكمان نفسيا في تارجت بتتحط، احنا عايزين الدوري اوكي عملت علامه صح اوكي عايزين الكاس عملت علامه صح عايزين العشره عايز دوري ابطال افريقيا عملت صح عايزين ميداليه في المونديال صح. وكل ده انت برضه بتحط تاسكس كتيره على اللعيبه، فهم برضه ذهنيا يعني برضه تعبانين، ولكن طبعا ده اكيد يعني نقطه يجب على اي لعيب نادي ان هو يتحملها. بس في تفصيله برضو يا استاذ كريم بعد اذنك، يعني ليه دايما الامور بتبقى متسابه ان الفرق المنافسه هم اللي يحددوا الميعاد وهم اللي يحددوا مثلا الاستاد اللي هيتلعب، يعني مثلا ممكن تبقى بتلعب فريق مثلا منافس من محافظه ساحليه اللعيبه بتاعته متعوده على ان هم يلعبوا تحت الاجواء الممطره مثلا او الاجواء العاصفه، فهم اللي يختاروا، زي ما كنا بنتكلم من شويه عن ان هم اختاروا مثلا كابتن محمد يوسف مظبوط مثلا استاد الماكس تحديدا عشان هو ضيق، فده هيساعد اللعيبه بتاعته على حساب لعيبه النادي الاهلي. ليه ما بيكونش في قوانين هي اللي بتحكم الامور؟ ليه الفرق هي اللي بتختار التوقيت والملعب اللي يتلعب عليه؟ طبعا في 13 مباراه بتوعك بتوع النادي الاهلي هو اللي يختار الملعب بتوعه، ما فيش كده دول بتوعنا احنا. طيب في 13 مباراه اخرى انت بتلعبهم مش بتوعك، بتوع المنافس. فالنظام دلوقتي حاليا في مصر ان النادي بيختار ملعب، بيقولوا اتحاد الكوره مثلا، البنك الاهلي هو فريق مش من اسكندريه اصلا، هو فريق من القاهره المفروض يعني. فكابتن محمد يوسف ساعتها ما كانش عنده اي ملعب، كان في مشاكل في المواقفات الامنيه، فاختار ملعب الماكس وبيودي رغبته لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره يرجع للامن، هل ينفع العب المباراه دي في الملعب ده يوم الفلاني؟ فالان هو اللي يقول زي بالظبط. ايوه ليه برضه ليه الفرق هي اللي بتختار؟ ليه ما بيكونش في ما هي بسالك سؤال اصله ايه يعني اللي ما يكونش فيه يعني حاجه ملزمه لكل الفرق؟ بطبيعه الحال انا كمدرب فريق اكيد هختار الملعب والتوقيت والملابسات والظروف اللي تتناسب مع لعيبتي. لا انا فاهم، بس هي الفكره في حته ان انت طبعا من بدايه الدوري النادي الاهلي يعني مثلا النادي الاهلي عنده استاد بتاعه وبيحط كمان استاد القاهره كسبستيوشن كملعب بديل حلو. وبالتالي الظروف نحن حاليا في مصر ان طبعا الجهات الامنيه ليها وجهات نظر، لان الكره يعني في مصر برضو لحد ما عندنا بعض المشاكل، فبالتالي لازم الامن يوافق، والامن جزء اساسي
من منظومه الكوره في مصر. فمثلا هديك مثلا اوريدي حصل النادي الاسماعيلي